الاعلاميه شيماء ابو غزاله. زميلتي الاعلاميه شيماء ابو غزاله وسمحت يا جماعه اليوم وسمحت يا جماعه تحيه لقناه سي ان ان ولصاحب الفكر. انا بتكلم فاطمه شيماء ابو غزاله اتفضلي. النهارده كان ليكي دور النهارده معانا. سجلت لقاءات مع ابرز الشخصيات اللي حاضر النهارده من صالح قناه سي ان ان. قناه سي ان ان بتعرض بث مباشر داخل مصر وخارج مصر. رئيس مجلس الاداره المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي الاسبق الذي خاض هذه التجربه بشرف وبنزاهه وبتربطني به علاقة محترمة، وكنت بشغل منصب في القناة أول فتحة فترة من الفترات، ولازلت علاقتي بيه طيبة. التكريم الذي يليه طب يا طبعا اتفضلي. إذا أنتوا تعملتوا سبونسر نفسكم فيه، لا إزاي؟ وأنا أقف جنبك عشان الراعي. لا الحقيقة النهاردة أنا سعيدة جدا بوجودي معاكم، وبجد يعني وانا النهارده مش موجوده علشان بصفتي اعلاميه اكتر من ما انا موجوده النهارده عشان لايف. انا رئيس مجلس اداره شركه لايف للتدريب والاستشارات، وسعيده بحضوري النهارده في نبض الوطن وتكريمنا منها. واحب اوجه تحيه للاستاذ وليد نوح ان هو اتاح لي الفرصه ان انا اتكلم عن لايف النهارده، واوجه برضو الشكر والتقدير للفرعين الثاني في الكويت للايف، لدكتوره بهيه سالم العبد الهادي ودكتوره اسماء سعد الغزاله. واشكركم ويا رب عقبال ما نحتفل معاكم بالتكريم المية للجريده. شكرا. شكرا لكم استاذ شيماء. اتفضلي. طيب احنا استاذكم نقعد مكاننا تاني. انا عاوز اقول لكم انا مش مسؤول عن الشهادات زي ما بيجي لي بنكرر، بس بحاول احافظ مش بقدر بنحاول نكلم حد من المنظمين. انا جاي تقديم فقط، اوكي؟ يا ريت نقعد كلنا، يا ريت المنظمات حاول تعالي الناس وكل نقعد مكانه او الناس تقعد. المخرجه خالة اشرف. استاذه غدا يا جماعه يعني انسانه شاطره في شغلها جدا، و بجد والله استاذه غدا اشرف الوجه البشوش منا كده والله مفيش خلافات، ده بالعكس ده انا اللي مقصر. انا دلوقتي في المدينه شويه بس انا صحيح ويشهد على كلامي هذا الرجل المحترم. معانا استاذ احمد، كمان مهندس موسى مصطفى بس هو كمان رئيس حزب الغد مرشح صالح رئيس الجمهوريه وجودك معانا شرفنا نفسيا. يعني رجل من زمان قدمته في عديد من الاحتفاليات تقضي بعلاقه قويه، واخ اكبر هو رئيس حزب الغد باشمهندس موسى مصطفى. الغد المصري والغد بس الغد فقط ماشي. يلا طبعا حتى النخاع وطني حتى النخاع باشمهندس موسى. عشان كده ممكن اجيب الكاميرا بس لوحديها ان شاء الله. الاعلاميه هبه عبد الجواد ممكن تبقى قاعده جنبه. هبه عبد الجواد فين؟ الله ان شاء الله. شريط ايه الاخبار؟ كل سلام؟ ما قابلناش من زمان. استاذ وليد سبع اتفضل. بتكرم يقف في النص استاذ محمد النحاس معانا هو عامل شغل كبير. الكاتبه نيره الرزاز. الكاتبه نيره الرزاز كان ليها كتاب حتى لا تسقط النساء ولا سقوط النساء. طيب ترجمة
لكم طبعا اعرفكم بنفسي الاول. طب اسمعوني انا نيرة الرزاز بشتغل محامية وكاتبة. رواية حقوق النساء هكلمكم عنها. هي الهدف من الرواية ان انا اصلح حال الست في مصر. الستات في مصر اللي بتطلق او ما اتجوزتش او بيحصل لها اي مشكلة بتبقى في الشارع يا جماعة. الهدف من الرواية بتاعتي ان انا اغير القانون في مصر يبقى الست ليها كيان، واي ست ملهاش اي مورد لازم الحكومة تعمل لها مورد بحيث انها ما تسقطش بالهوية. فهل ده فكر يحترم ولا ما يحترمش؟ ما حدش سمع خالص. عامة انا بشكركم ومتشكرة قوي على التكريم حضرتك. مبروك يا فندم يا حاضر. السادة الحضور استأذنكم الصوت، استأذنكم الصوت والالتزام. مبروك يا رزاز، شرفتينا وشرفتي يا مس مريم، جميلة شرفتونا. خبيرة التكميل سمر عامر. نستأذنكم بقى تكريمات ورا بعض. من هنا زوائد اللي عملت فيه. دكتور ربيع الألفي. الصحفية هبة القصاص. شكرا يقول الناس اللي بره ان احنا بنكرم يا جماعه عشان ده اسمه ومش موجود. استاذ هبه تزعلي؟ اتفضلي. انا بنسيه يا استاذ.